رنا منورة الدنيا. ربنا يخليك، ده نورك. شكرا بقى انك مستضيفانا في بيتك، ده اهم حاجه. انتوا منورين الدنيا والله. انا المستحيل مبدئيا، ايه المستحيل اللي في حياتك خلاكي تقولي انا المستحيل؟ ايه المستحيل اللي في حياتي اللي خلاني اقول انا المستحيل؟ المستحيل ان انا ايأس خالص ابدا. المستحيل ان انا اقع وما اقومش تاني. المستحيل ان انا ما اوصلش ان شاء الله للحلم اللي انا نفسي اوصل له باذن الله. كل الحاجات دي مستحيله بالنسبه لي. اي فكره فشل في الدنيا بالنسبه لي هي مستحيله. طيب المراه عموما لما توجه لها رساله تقول لها انت المستحيل، او ده ايه اهم رساله عايزه، او ايه اهم حاجه عايزه الست توصل لها او تحققها؟ اهم حاجه الست نفسي توصل لها ان هي يكون لها كيانها الخاص. يعني مش معنى انك وقعتي او ان حصل اي ازمه في حياتك ان دي نهايه الحياه، لا خالص. لازم تقفي وتقومي، يبقى عندك كيان وعندك اصرار وعندك طموح. على فكره حتى لو ست بيت، يعني حتى لو ما تشتغلش اصلا، مهم ان يكون عندها شخصيتها الخاصه، يبقى عندها هدف. حتى لو هدفها ان هي ما تطلعش، ان هي تخلي بيتها احسن بيت في الدنيا. حلو ده. كل الحاجات دي اهداف مهمه جدا 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 للست. مش شرط انك تعيشي طول حياتك مجرد تابع، لازم يكون لك فكر ورأي. طيب في ناس شايفه ان المساواه دي خدعه لسرقه انوثه المراه. على فكره دي مش مساواه، يعني انا ما طلبتش المساواه. يعني انا بس مش، انا باخد منك الكلام. طبعا المساواه. بص انا مش من الناس اللي بتؤمن بمساواه الرجل بالمراه 100%. خلينا نكون صراحه ونكون واقعيين، مش كل الحاجات اللي الراجل بيعملها الست تعرف تعملها، ولا كل الحاجات اللي الست بتعرف تعملها الراجل يعرف يعملها. اذا مفيش حاجه اصلا اسمها مساواه. طب يعني فيزيكالي حتى في كل حاجه صعبه. صعبه يعني مثلا في شغلانات الراجل ممكن يقوم بيها الست صعب ان هي تقوم بيها، وفي شغلانات احنا كستات بنعملها انتوا مستحيل تعرفوا تعملوها. طب صح ولا غلط؟ اذا مفيش اصلا مساواه في الطبيعه، مفيش حاجه اسمها كده. طيب الاغنيه كواليسها، وخصوصا ان انت قلتي انها كانت لمطربه تانية، وفضولي قاتلني ان انا اعرف كانت مش هقدر اقول لك، لان هي بس حطت، يعني هما كانوا عاملين الاغنيه حطت جايد عليها وما تمتش زي اغاني كتير قوي على فكره. بصراحه صوتها كده اللي خلاكي حبيتي الاغنيه؟ لا انا الاغنيه حضرتها من بدايتها، من اول ما اتكتبت. طبعا من اول ما كانت لسه بوست عند احمد حسن رؤول على الفيسبوك، وبعد كده اتلحنت سمعتها بصوت سامر ابو طالب، وكانت توزيع تاني مختلف، وبعدين خدناها لاسامه سامي وزعناها بالشكل اللي نزلت بيه. فلا الاغنيه يعني عارف ما تكون حاجه اتولدت على ايدك، هي الاغنيه اتولدت على ايدي. فانت كنت في صراع نفسي بقى ما بين هتاخدها ولا مش هتاخدها؟ بص انا دايما مؤمنه ان الحاجه اللي بتاعتي هجيلي طول الوقت، وبشوف دايما طول الوقت ان الاغاني دي رزق. يعني هي لو مش رزقي يبقى رزق حد تاني، لو مش رزق حد تاني فهي رزقي، وهكذا.